بقيت تقريبا 4 حبات. كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوني اليوم. انا عارين جيت قناة أرينود. اليوم جيت بفيديو جديد وحلو جديد. زي ما بتعرفوا هالكل قاعد في البيت عم نعمل اي شيء، فانا كثير زهقت ومليت وخطرت ببالي اني اعمل حلو جديد من قبل ما عملته، وحبيت شارككم اياه. والحلو هو دونات. متوقع الكل بيعرف الدونات، انا كثير بحبه وكثير جعبالي ذوقه، لانه بتعرفوا هلا الاحوال ما بنقدر نجيب دونات على البيت، فانا حبيت اعمله في البيت. هلا رح نشوف اذا رح تزبط او لا. بتمنى انها تزبط لانه كثير جعبالي ذوقه، وشوف اذا انا رح ضبطه او لا. وانتم كمان خليكم لاخر الفيديو حتى تشوفوا اذا ضبطت معي او لا. بتمنى انها تزبط بصراحه. هيك قبل ما نفجر المطبخ لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير سبسكرايب، تضغط على جرس التنبيه تحت حتى يصلكم كل جديد. اذا بتحبوا تتابعوا يومياتي انا وعمدة على الانستغرام رح احط لكم اياه هون. وبس هيك تعالوا معي حتى نفجر المطبخ. هلا رح نبلش بالمكونات. زي ما شايفين قدامنا في طحين وحليب دافي وخميره وسكر، وهلا رح نحطهم مع بعض ونخلطهم. اوكي، اول شيء رح نبلش هو في الطحين. رح نحتاج 2 كوب طحين، هذا الكوب الثاني. بعدين رح نحتاج للحليب واللي هو 2 كوب حليب دافئ. بعدين عندنا ربع كوب سكر، هذا هو ربع كوب سكر. بعدين عندنا 2 كبار خميرة، هي واحد. هي 2. اوكي، هلا رح نخلطهم. اوكي، هلا خلطناها كثير منيح، هيك صار منظرها. هلا رح نغطي العجينة بهاد. اوكي، هلا غطينا العجينة ورح نحطها بالثلاجة لمدة 10 دقائق. اوكي، هلا رح نجهز صوص الشوكولاته. عبال ما تخلص ال10 دقائق نحتاجه كوب من الكريمه و300 غرام من الشوكولاته. اوكي، هي كوب الكريمه، وبعدين رح نضيف فوقها الشوكولاته. هي رح نحطها بالمايكرويف لمده 60 ثانيه. هلا بعد ما طلعنا صوص الشوكولاته من الميكروويف هيك صارت الشوكولاته اللي انا حطيتها فيه بقلبها بندق، مشان هيك فيها حبوبات بندق. بس هيك، وهلا خلينا نكمل العجينه. اوكي، بعد 10 دقائق طلعتها من الثلاجه، لانه بس 10 دقائق. هلا المرحله الثانيه، اول شيء رح نشيلها. رح نحط 3 اكواب طحين، هي اول كوب، هاي تاني كوب، وهي ثالث كوب. هنا رح نحط بيضة، بيضة واحدة. بعدين رح نحط ربع كوب زبدة مذوبة، نص معلقة صغيرة من الملح. هلا وهلا رح نخلطهم. اوكي، هلا حطيتهم بالعجانة حتى نعجنهم. هلا رح شغلها. العجينة هيك صارت عنا، بحطها هون. كمان جهزت هاد حتى بقرق فيه العجينة. وعنا هون طحين، وهاد عشان اقسم فيه الدونات.
بتكون اي شيء مدور اي شيء موجود عندكم. انا عندي هذا المج فراح اقسم فيه العجينه، وهذا بالنص حتى يطلع منظر الدونات صح. اي غطايه انينه، انينه كولا، اي شيء، انا عندي هاي الغطايه فحان اقسم الدونات بالنص. هلا خلينا نبلش. فيها البنات فيها واو. بعدين اخذ هاي حتى اقسم فيها هيك نص. اوكي صار عندنا كيف الأزمة بالنص. حبيت المنظر. أوكي رح حطها على جنب. أعمل غير جبتكم هون حتى تكونوا قراب مني حتى تشوفوا أنا شو بعمل. هاي هي الطنجرة بقلبها زيت. هلا رح احط الدونات بقلبها، لازم يكون الزيت كتير حتى تكون الدونات مغمورة. تمام هلا رح نقليهم. جهزوا ما حد يقلي طلعت والله طلعت. اوكي هدول هن اخر اشي ضل اني ايش ازينهم. هلا رح نزينهم مع بعض بالشوكولاته اللي عملناها، في كمان اشياء رح ازينها فيهم هلا رح اوريكم اياها. بس في سر رح يضل بيني وبينكم. اوكي انا حرقت تقريبا 4 حبات بس ما حد يحكي لحدا وما تحكوا لماما كمان. رح اوريكم اياها. اوكي هلا رح اوريكم من اللي حرقتهم. خليني اوريكم اياهم. هنا نحرقوا. اوكي شوفوا الفرق هاي عن هاي، شفتوا كيف؟ هذا يعني محروقين، هدول اول 4 منشان هيك انحرقوا. يعني ما كنت عارفه كيف بدي اياه، كيف بعدين لازم اوطي الغاز كنت شوي شوي عليهم وضل اقلبهم حتى شو ما ينحرقوا. بس حرقت اول 4 كاول تجربه بس. اوكي الحمد لله بالاخر زبطت. اتس اوكي. لا خلينا نزينه. اوكي بالنسبه للزينه عندنا هون شوكولاته اللي عملناها مع بعض، وهون جوز هند، كاكاو، شوكولاته بيضاء او سوداء فرمتهم هيك، وبعدين عندنا هون ام اند امز وعسل. انتم ايش ما بدكم زينوا هون، شو بتحبوا زينوا بالطريقه اللي بدكم اياها، في تطلي اي شيء انتم بتحبوه زينوهم. انا عندي هدول الاشياء في البيت فبهدول رح زين الدونات. هلا رح نزينهم مع بعض. رح نزينهم. اول وحده حابه ازينها بالشوكولاته بالشكل هذا.
مختلفين، كثير مبسوطة عليهم، منظرهم بجنن. هلا رح ذوقهم تمام؟ رح نشوف إذا هن زاكين ولا لا، رح نشوف إذا بس المنظر ولا الطعمة كمان، هلا رح نذوق. أوكي، أنا حابب ذوق هاي صراحة، الشوكولاتة على شوكولاتة بيضة وسودة. رح نذوق ونشوف. بسم الله. خرافي، دنت دنت عن جد. اوه ماي جاد، طعمه بجنن. واو واو واو، حتى شوفوا من جوا حبيت. اوه ماي جاد اوه ماي جاد، كثير زاكي، كثير كثير حبيتها، وبعطيها بصراحة 10 من 10. لو في أكثر كان أعطيها بصراحة، إنها بتشهي خرافية. إذا حبيتوها أو عملتوها ابعتولي على الإنستغرام حتى نزلها عندي على الستوري. أوكي، وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى إن عجبكم هذا الفيديو وحبيتوه زي ما أنا حبيته واستمتعت كتير فيه. إذا حبيتوا هذا الفيديو رح خلي عنود تعمل تاني مرة مثل هذا الفيديو حلو تاني طبعاً، اكتبولي تحت بالكومنتات حتى خلي عنود تعمل هيك فيديو. بس هيك، لا تنسوا تحطولي لايك وشير سبسكرايب، تضغط على الجرس بتاعت حتى يصلكم كل جديد. وإذا بتحبوا تابعوا يومياتي أنا وعنود على الانستغرام، بحطلكم إياه هون. وبس هيك، بحبكم كتير، استنونا بفيديوهات جديدة. باي باي.